تخافش على الأهل. أهلا بحضراتكم من جديد. بعد ما شفنا ملوك الحياة أساطير، يمكن حتى لفظ أساطير وملوك استهلكت من كتر استخدامها، لكن دخول فريق الكرة الطائرة للرجال في النادي الأهلي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية فعلا يستحق معاه كل الأوصاف، ودخول أحمد صلاح ليكون أسطورة أساطير الألعاب الرياضية عامة على مستوى العالم يستحق عليه أيضا كل التحية والتقدير والاهتمام. هو ده النموذج الكبير جدا بجد، لكن يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه، بند يفتح أبواب جهنم والعياذ بالله. رابطة الأندية المحترفة مشكورة بدأت مهامها في تسلم مسابقة الدوري، حطت الجدول، عملت مؤتمر صحفي أو مؤتمر لإجراء القرعة بأحد الفنادق بشكل شيك قوي، استخدمت ودعت عدد من كبار النجوم المشاهير في اللعبة، عملت شكل كويس، حتى أنه كابتن أحمد حسام ميدو وهو بيسحبوا القرعة طلع رقم واحد. طب مين اللي يطلع؟ مين اللي يكون رقم واحد؟ لما سحب طلع الأهلي هو نمبر ون. فعل طيب بإذن الله. فده كان فعل خير بإذن الله تعالى إنه يكون الأهلي هو الأول بإيد ميدو. حتى كابتن. بإيد ميدو مش بإيد حد تاني. ولعله شاف بقى الكلام اللي كان بيتقال، أصل في كرة ساعة وكرة سخنة، اسألوا ميدو على الكرة الساعة والكرة السخنة في القرعة. لكن شفتوا القرعة وشفتوا ما أسفرت عنه، وشفنا رابطة الأندية المحترفة أعلنت حتى عن شروط المسابقة وعلى لائحتها. في تفاصيل كتيرة هنقف عندها، لكن الحقيقة كان فيها بند، ده اللي بنقول لكم عليه بند يفتح أبواب جهنم. وإذا لم تتمكن أو تهتم الرابطة من دلوقتي لشرح ده، لا ده فعلا هيثير جدل كبير. مهم جدا قبل ما نقول يفتح أو يغلق، الشرح هو اللي هيقول لنا بالظبط ليه. تخيلوا أنه بعد ما المباراة تخلص وبعد 48 ساعة زي ما تقال، في خلال ال 48 ساعة لو الحكم اعترف 72 ولا 48؟ 48. بيقول لك أبقت اللائحة الجديدة على المادة الخاصة باعتراف الحكم بخطئه في غضون 48 ساعة من المباراة. المادة بتقول إيه؟ إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجته بقرار لجنة المسابقات وتعاد المباراة. ده فعلا اللي هيفتح أبواب الجدل الكبير. لا هتفتح في حاله واحده، اذا لم يشرح وتضبط، اذا حب حد ياخدك في سكه الجدل. هو بيقول لك البند بيقول ايه؟ اقراه تاني كده يا استاذ ابراهيم. طيب البند ايه هدفه؟ لا يفتى والكابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي الكبير على الهاتف. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، مساء الخير يا باشمهندس عدلي. ليله سعيده عليكم ان شاء الله. هو بند طبعا، خليني بس اقول كل موسم وانت طيب في البدايه. وانت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك. بص عايز اقول حاجه، ان مباراه كره القدم يا كباتن لازم الناس تعرف انها تلعب بواسطه، تلعب بقانون كره القدم. القانون بمعنى ايه؟ ان النهارده القانون اللي بينظم المباراه في الملعب، لكن لائحه المسابقه هي بتنظم المباراه والعقوبات، شرط ألا تخالف قانون اللعبة. يعني إيه؟ يعني ما تقدرش لائحة مسابقة في مباراة في أي مسابقة في العالم، كرة القدم تلعب كرة القدم اللي هي 11، النتيجة تقول مثلا اللاعب اللي ياخد منظرين في المباراة ما يتركش، ما تقدرش. يعني شروطها ما تقدرش تقول اللعيب اللي طرد في المباراة يلعب المباراة اللي بعدها، اللي هي قانونية المباراة نفسها. القانون هنا بقى، لكن لائحة المسابقة لما تنص ده، لما تجيب النص بتاع القانون ده تحطه في اللائحة، ده مش خطأ. هو اللي أنت بتتكلمه فيه صح، حتة إن التفسير بتاعها. أيوه. خلاص ده التفسير بتاعها. حاجة نقول عليها بقى، اعتراف الحكم هو ده 48 ساعة يا كابتن. ليه؟ لأن هو المفروض الاعتراف لابد أن يكون من الحكم في تقرير ملاصق لتقرير المباراة أو في داخل تقرير المباراة. بمعنى انه لابد ان يسلم تقرير المباراه عقب انتهاء المباراه في خلال ماكسيمم 48 ساعه. خلاص، يبقى اذا النهارده البند ده لم يخالف القانون. طيب الا اذا يا كابتن شناوي، اتفضل، الا اذا انا كتبت تقريري وبعدين رجعت
اتفرجت على مهلي وسمعت استديوهات التحليل وردود الافعال وراجعت نفسي فرجعت اعترفت بالخطا، هل ده وارد بعد ما تكتب التقرير ولا اذا كنت كتبت التقرير؟ بس مهندس انت قصدك تقول ان انا روحت البيت ايوه اللعبه دي لقيتها انها فعلا ركله جزاء وانا ما حسبتهاش؟ أيوة. لا ده مش مخالفه قانون، ده تقدير. لا انا هنا بقى اقول لك على حاجه، انا لو انا حكم بس اسمح لي بس اقول حاجه صغيره بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو النهارده تقنيه الفار الموجوده اللي في الملعب، النهارده الفار ما بيشوفش ركله الجزاء صح؟ والحكم ما شافهاش وما اتحسبتش. هل معنى كده ان ممكن بعد الماتش لجنه الحكام لا تقدر تقول ان هناك ركله جزاء لم تحتسب؟ ما هو ده اللي بنقوله يا كابتن شناوي. لا انا مش بتكلم في كده. طبعا دي اخطاء تقديريه. يعني شفت ما شفتش الكلام ده، لكن احنا بنتكلم هل انا حكم اهو كتب تقريري ولم اشر الى حدوث خطا قانوني؟ وروحت البيت اكتشفت ان انا عملت خطا قانوني. ايه هو الخطا؟ الخطأ هل من حقي بعد ما اكتب التقرير يعني ايه هو؟ خلي بالك، خطا قانوني في عدم احتساب لعبه ولا في انه انا مثلا في لعيب اديته انذارين وما طردتوش؟ ايوه مثلا دي هنا ده بقى هو ده هنا الخطا الذي يستوجب مثلا هنا عدم. ده اللي ميس قانونيه المباراه نفسها. اكيد انا فاهم استاذ ابراهيم. انا بتكلم على 48 ساعه دي اللي احنا بنقول هتبقى باب جهنم ليه؟ انا الحكم اهو ما خدتش بالي وطلعت وكتبت تقرير وسلمته. كويس. روحت البيت لقيت كل الناس بتقول ازاي ده حصل. خلاص كويس. فبعد ما اقول ازاي ده حصل، هل من حقي ان انا ارجع تاني في خلال 48 ساعه اعترف بخطئي ولا بدل ما كتبت التقرير خلاص؟ لا خلي بالك، اولا يعني انا عايز اقول حاجه يا كابتن، اصل ده حدث، خلي بالك يعني بمعنى المباريات كلها متطوره. يا كابتن جاوبني بس على السؤال ده. ممكن. من غير شرح يقدر يتدخل يعني في التقرير بعد تسليمه؟ طالما قبل 48 ساعه دي الحق ان الحكم يقدر يراجع نفسه ويعدل تقريره، يعدل ويبعت تقرير منفصل. تمام. بس هو ده اللي بنسال فيه، في كذا 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 بس. لكن ما يوجب الاعاده يعني هو مبدئيا زي ما حضرتك، لو انا فهمت صح، انا اعترفت ان انا كان في الكره ما عدتش الخط بس لما اتفرجت لقيتها عدت، مالهاش بقى خلاص، لا ينظر اليها لا قبل ال 48 ولا بعد ال 48 ولا اي ولا تحت ولا اي شيء ولا اي شيء. شفت في ضربه جزاء، شفت في لاعب كان يستحق الطرد، كل ده ولا شيء. لا شيء بالضبط. لكن تطبيق القانون اللي هو نقدر نقول قانونيه المباراه، فجاه اكتشفت ان في لاعب انا اديته كارت احمر وما خرجش بالضبط، لعيب خد انذارين ما اتطردش، او المباراه لبعض الوقت او لاي وقت اتلعبت بكورتين مثلا، يعني الاخطاء اللي مثلا هو بينفذ ركله جزاء عادها وهي كانت المفروض تحسسها بركله حره مباشره غير مباشره على. طب ممكن اديلك مثلا لمخالفه القانون لا ويثير جدل في ماتش المحله. خلي بال حضرتك بس لحظه واحده بعد اذن حضرتك، بس ان انا هقول لك اي حاجه اهي، ده خطا في تطبيق القانون. ان انا لاعب انفرد وتم اعاقته واتمسك والحكم قال بلاي اون والفار ما نبهوش بعد ما راح شاف، يقدر يكتب يقول لك انا ما طبقتش القانون هنا؟ لا. كل ده ما يندرجش تحت الكلام ده كله. لان ايه؟ ما يندرجش تحت قانونيه المباراه. انما يندرج تحت ايه؟ بص يا كابتن باذن حضرتك، احتساب الاخطاء من عدمه، الحكم حسب او ما حسبش، ده شيء لا يستوجب عدم المباراه. لكن انا بتكلم في تطبيق قانون. يعني ايه؟ يعني النهارده لما اجي مثلا بنفذ ركله جزاء، يجي لاعب بيعمل عمليه الفنت، المفروض دخلت المرمى ما دخلتش ركله حره غير مباشره انذار، هو النهارده الحكم دخلت المرمى معايدها وجت جول، واخد بالك؟ هنا ده خطا في تطبيق القانون. ايوه، فلابد تعاد المباراه، او لعب الكره من مسافه اقرب من نقطه البنالتي.
لا لا، اللي هي حته الدخول والخروج والعشره كل ده ما ملوش دعوه، لان ده ما يخش. لكن خلينا في التطبيق للقانون، دي اهم حاجه، تطبيق القانون اهم لا شيء. لا لا لا، ده هنا بقى دخلنا في خطوره شديده، يعني في ضربات الجزاء. كويس انك جبت المثل ده يا كابتن. انت بتقول مثلا مش من حقك تهوش، تقف وترجع تكمل. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، بس لحظه والنبي بس عشان جاوبني بس على قد فهمي. اتفضل. انت انا جيت العب، القانون بيقول لي ما تهوش، مش كده؟ اللي هو الفنت، ان انا اعمل اجري واقف وارجع اكمل، يعني بقى بعمل فنت. ده يعتبر خطا في تطبيق القانون؟ طبعا. طيب لو القانون بيقول لي للجون انت هتقف على خط المرمى، كويس، اتحرك، لازم رجل تكون لامسه، اتحرك برجلين الاثنين، ده خطا في تطبيق القانون؟ لا ده ملوش دعوه. ليه؟ لان ده هنا لازم الحكم اشوفه. لا ما شافوش، القانون موجود، ما شافوش او شافه وما اهتمش. لا هنا خد بالك، ان انا ما شفتش رجليه على الخط، مش الخط ده وارد، لكن ان هو يعمل فنت وانا ما طبقش فيه القانون، دي حاجه انا قدامي شايفها ازاي. ده فنت. طب ما دي زي دي، طب ما الاثنين زي بعض يا كابتن. لا لا يا كابتن، خلي بالك، انت فهمت السؤال دي، يعني الحكم. طب دلوقتي في اللعيبه كلها مثلا بتيجي تعمل ازاي؟ بعدين يحجل حجله كده، الحجله دي تستوجب يا بس مهند اسمعني بس. كان الفنت زمان لما الكره دخل، لو اللعيب يعمل فنت وتخش المرمى كان بيعيد ويديله انذار. ما دخلتش بيستنى بركله حره، بركله حره غير مباشره وانذار. كويس. دلوقتي قال لك لا، دخلت ما دخلتش هتعاقبه ب ركلة حرة غير مباشرة انذار. طب لو ما خدش الانذار في المرمى بعد ان ارتكب الفنت ويعيد الركلة، يبقى خطأ في تطبيق القانون. انت خدت بالك ده خطأ؟ يعني لو الحكم حارس المرمى اتحرك وما خدش انذار، ده خطأ في تطبيق القانون. لا ما شافوش الحكم، ما هو الفار، ما هم حاطين الفار، ما هو الفار ما شافوش والحكم ما شافوش، خلاص انتهى، انتهى الامر. زي بالظبط احتساب فاول من عدم. يعني خلي بالك الامور دي كلها. طب هو في الحجله مثلا اللي بيعملها ممكن يعتبرها ده مش فنت؟ ما خلاص مش مشكله، هو شايف ما خطا في تطبيق قانون. انت بتقول حضرتك انا اجابت سؤالي، بقول لو عاقب المنفذ على الفنت لازم انه ما دخلت المرمى ما دخلتش هيعاقبه بغير مباشره وانذار، ما ينفعش يعيد الركله. انت انت تقصد تقول مش ان هو عمل الفنت، لو عمل الفنت واحتسبها ما عليهوش مشاكل، لكن لو هو عادها لازم يديله انذار، هيبقى هدف. انت فاهم؟ لكن لا، يعني انا عملت الفنت والحكم حسبها، ده مش خطا في تطبيق القانون، لكن لو هو عادها لازم يديني انذار، لو ما ادانيش انذار ده خطا في تطبيق القانون. ما لا مش لا مش مش ما اداش انذار، كل ده مش اكيد ما اداش مباراه، انما انا بتكلم لو عمل الفنت ودخلت المرمى والحكم اداله انذار وعاد تنفيذ الركله تاني، ده خطا في تنفيذ. لو اداله انذار اكن الحكم بيقول انت غلط وعاد تنفيذ الركله وما نفذش. هو لو زي بالظبط زي فهمت انا كده، لو خد الانذار وما عادش الركله، مش العكس. مش لو عاد الركله وما ادالوش انذار، لو خد الانذار وما عادش الركله. ماشي ماشي، لو عاد ركله الجزاء هنا يعتبر خطا في تنفيذ القانون. أنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدا يا جماعة. أيوة. فيما يخص اعتراف الحكم، عشان أديكم نبذة تاريخية كده سريعة للناس. أيوة. ما فيش مرة في تاريخ كرة القدم في مصر هنا حصل إن حكم كتب قال أنا أخطأت في كذا وكذا. مش هتحصل. ما بيقولوش خالص. مرة واحدة مباراة الترسانة والسويس، كان حكم المباراة الراح الراجل الجميل مصطفى كامل منصور، الله يرحمه الله يرحمه احسن اليه. الكوره في يا لعيب بيرتكب مخالفه على خط منطقه اللي هو الست ياردات، ومن لاعب السويس ضد لاعب الترسانه، وهو بيصفر ركله الجزاء الكوره دخلت المرمى، فطول الصفاره وكانها بقت هدف. ذكي برضه دخل. شوف بقى الامان، اولا مفيش لعيب اعترض. بس للتاريخ يعني. مفيش لعيب، هو دخل غرفه البلاك، لا ضميري ما يسمحش، وان كاتب في تقريره الوضع كده كده ان انا صفرت بالخطا قبل الكره ما تدخل.
بعت السواد ده للاتحاد الدولي. على فكره دي حصلت في ماتش للاهلي السنه اللي فاتت. قالوا لهم تعاد المباراه. تعاد طبعا لانه صفر ويعتبر وقف اللعب مع الصفار. دي حصلت في ماتش للاهلي السنه اللي فاتت. ها؟ ايوه على الكل بتاعت محمد عادل والحاجات دي كلها. طيب. انا معاك في الكلام. ما هو ده ما تعادتش المباراه. ما لا ما هو ما عشان كانت النتيجه لصالح النادي. بص يا كابتن عادلي، هل الحكم اعترف؟ هو ده المعيار. لو كان اعترف كانت اتعادت. لو على طول لو انا اعترفت. طب اسمع، لو اعترفوا النتيجه لصالح الفريق اللي حصل معاه الخطا تتعاد ولا خلاص بقى ما استفاد من النتيجه؟ سؤال بقى، سؤال جميل. لو كانت الخطا ده اثر في نتيجه المباراه، اثر ليه تاثير في نتيجه المباراه، الاعاده وجوبيه. لكن النهارده افرض ان انا اللعيب اللي كان كذا ولا كذا وفرقتي خسرت، عندك الماتش انت تكسب تاني ليه؟ اذا النهارده الاعاده لابد ان يكون هناك خطا اثر في نتيجه المباراه، اثر في النتيجه، ويكون الفريق استفاد من هذا الخطا الذي كان عليه. اذا انت معانا انه البند ده محتاج يتشرح بشكل كافي. هو بص يا استاذ ابراهيم، لكن انا عايز اقول على حاجه، انا مبسوط ان هم حطوا البند ده في لائحه المسابقه. عشان الناس تعرف برضو الامور. الناس تعرف، لان برضو انا عايز اقول لك على حاجه، من خلال برنامجكم مفيش شك ان المعرفه او الدرايه او الالمام بقانون كره القدم سواء على مستوى اللاعبين على مستوى الاجهزه الفنيه انا شايفه انه يعني ضعيف جدا. ضعيف ضعيف جدا يعني. ممكن نلخص بقى عشان الناس احنا طولنا في المناقشه. اذا الخطا يجب ان يكون خطا في تنفيذ القانون ثانيا، وليس خطا تقديريا. بالظبط. ثانيا يجب ان يعترف به الحكم، ده اكيد. وخلي ثالثا ان يكون مؤثرا على نتيجه المباراه. سياده الباشمهندس، لا الثلاث شروط دول كده صح؟ خلال ال 48 ساعه اللي منصوص عليهم. في خلال ال 48 ساعه. اذا خطا في تطبيق القانون وليس خطا تقديري. ثانيا يعترف به الحكم خلال 48 ساعه. ثالثا لا يكون مؤثرا في نتيجه المباراه. بالظبط. لا يعني عشان تعيد المباراه لازم يكون فيها تاثير طبعا. ما احنا بنتكلم على اعاده المباراه. طيب الحكم اعترف بالخطا والخطا ده ما استفادش منه الفريق اللي صالح الخطا، خلاص هتعيد. طيب المباراه ليه؟ ما انا ما اعتقدش انك يعني المخطئ تكافئه باعاده المباراه. طيب كابتن شناوي، احنا داخلين بقى على الموسم الجديد، لجنه حكام جديده، وسمعنا كلام كتير على تطوير تقنيه الفار سواء على المستوى البشري او على المستوى التقني. انت حضرتك كواحد من اهم خبراء اللعبه شايف الموضوع ازاي؟ والله انا شايف هم دلوقتي زودوا عدد الحكام اللي هم ياخدوا رخصه المعتمدين. زودوا العدد. وده الشيء اللي يبقى عندهم طبعا اريحيه في الاختيارات والتعيينات. الحاجه الاهم برضو اللي انا عايز اقولها يا كابتن ابراهيم، ان الناس معتقده ان تقنيه الفار يعني معناها زيرو اخطاء، وده لا مش موجود. صحيح. لو انت شفت في الدوري الانجليزي، انا مش عايز اقول لك، لعب ركله جزاء كان ماتش بتاع المان سيتي وساوثهامبتون او حاجه زي كده، ركله جزاء واضحه ما فيش فيها خلاف، والفار جابه، هو حسب ركله جزاء والفار جابه لغى، وهي ركله جزاء لا خلاف عليها. وبتاعت رونالدو لجنه الحكام في انجلترا طلعت بيان ان في ليه ركله جزاء. انا عايز اقول ان يعني إذا أردنا أن يكون، لكن هو الفار بيتقلل عاد ما نقدر، هو الفار لتقليل الأخطاء وليس لزيرو أخطاء. يا أستاذ ما لا 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 يعني لا 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 لسبب. اتفضل. ما هو الفار لازم يجيب الأحداث، يعني أنا أما تيجي كورة تتحسب ضربة جزاء ويكون يسبقها فاول لصالح الفريق الذي احتسبت عليه ضربة الجزاء ويتقال اصل الفار ما جابليش اللقطه اللي تسبق دي في عشر ثانيه، فما تجيش تقول لي بقى ان الفار بيحقق حاجه، لان دي ده خطا. اصل شوف، احنا كنا نقول الحكم معذور لانه ما عندوش وسائل انه يعمل بالتصوير البطيء والكلام ده، لكن الفار عنده، فما يجيبش واقعه ويتجاهل اخرى، في حين ان في ماتش تاني الكوره من ماتش المقاولين من ملعبه جري للملعب التاني وجاب الجون واتلغت لان كان في خطا على لاعب المقاولين في ملعبه. ما هو برضه باشمهندس عدلي، انت بتتكلم في حاجه برضه، لا تنسى الفروق الفرديه.
يعني مش كل اللي هيقعد على الفار بكفاءه الحكم اللي قال اللعبه اللي يعني دي حاجه فيها كفاءه يا كابتن. ان انا لعبه اهي واحد زق لعيب والتاني نط جت في ايد لعيب حسبتها ضربه جزاء، دي كفاءه ايه؟ ده لعيب مزقوق وده لعيب لمست ايده، فين الكفاءه هنا؟ كابتن عايز اسالك سؤال قبل تقنيه الفار، بس اسالك سؤال ممكن؟ لا ممكن انا عايز بس حد يطلع يعترف وانتوا بتقولوا الحكم بشر والبشر خطاء، خلاص يبقى لازم الحكم اللي يغلط مثل هذه الغلطه يحاسب والناس تفهم. ما هو ده اللي انا عايز. يا كابتن شناوي والله لا يمكن يستقيم الحال واحنا بنبرر للناس. والله انا عايز اقول لك على حاجه، يعني الكابتن في السنه اللي فاتت العدد كان عنده قليل جدا. هي مالها ومال العدد دي؟ لانه النهارده ما هيجيب منين؟ يجيب ايه؟ يجيب ان واحد شايف واحد بيتزعق يقوم يقول له ضرب، اصل ما جبتلوش دي وجبت له دي. كابتن طمع فتاح يعني انا قعدت معاه واتكلمت لقيته ان هو قال نتمنى ان الفار يحقق العداله لانه درجه من درجات التقاضي. يعني عقوبه الحكم في الملعب اخطا برضه هناك عقوبه على حكم الفار اذا اخطا، وده دي عداله وده امر وارد لان البشر يعني ما يجيش البشر يعني مش عايز اقول لك قدام عينكم مش شايفه، فمش عايزين ان احنا نقول ان الفار لازم يجيب كل حاجه، لا ان هو لو جاب 90% 80% كبدايات على الاقل الحاجات الصارخه يا كابتن، الحاجات اللي كل الناس شايفاها. كابتن عادي ما اختلفتش معاك، بس احنا خليك لما تيجي تقيس على كل الدوريات حتى في اوروبا في العاب برضو يعني واضحه وما بيجيبهاش الفار، بس هم برضو يا كابتن شناوي بيجتهدوا انه فعلا يوصل لاقرب نسبه من العداله الكامله. يعني انا مش عايز فكره ان حتى في الدوري الانجليزي بتحصل ده يكون يعني مبرر عندنا. برافو عليك، كويس قلت كده، انا مش عايز احط العذر ده للحكام بالظبط، ولكن اللي قاله كابتن عصام ان انا مش هتهاون مع حكم يخطا سواء في الفار او في الملعب. ايوه هو ده اللي هيخلق ان ايه الفار اخطر، لان الملعب معذور شويه لكن الفار على الفار او في الملعب. يعني ده الشيء اللي انا شايفه كويس، وطبعا البدلات اللي زادت والحاجات دي للحكام انا بعتقد يعني ادي الدفع كويسه. نتمنى التوفيق. وانت معايا كمان يا كابتن انه اختيار الحكام مع الفار كان واضح انه بيبقى في علاقات متوتره شويه بين حكم الفار وحكم الملعب بيأثر على القرارات. يعني برضه ما خلي بالك دلوقتي خلاص الفتره اللي فاتت كان العدد محدود، دلوقتي في سيلكشن يعني تقدر تختار عندك دخل اكتر من 100 واحد. صحيح. النهارده عندك في اريحيه في الاختيار وتقدر تعمل المجاميع، يعني نقدر نقول ان مثلا كابتن ابراهيم منيسي كابتن احمد شناوي بتاعه مع بعض هيحطهم ككرو مع بعض، وده شيء هيشتغلوا عليه وانا شايف ان ده شيء كويس ان شاء الله. ان شاء الله كل الامنيات للتحكيم. المسابقه بنجاح التحكيم لا يعني بتزود المتعه طبعا، بس ده هيقلل فرص التحليل يا كابتن. مش مهم التحكيم ينجح بس ان شاء الله. شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. انت طيب اشكركم وتشكر. شكرا جزيلا للكابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي اللي اعتقد قال كلام مهم جدا قبل بدايه موسم بنتمنى ان شاء الله تعالى فيه يكون العدل موجود بين كل المتنافسين. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم.